انا فرحانه بزاف حيتاش ماما دارت لي هاد المفاجاه هي، وكنشكرها بزاف، وكنشكر حتى بابا حميد، وكنشكر ماما ليلى. ما كنتش متوقع هذا الاحتفال الكبير الجميل اللي دارت لي ماما. شنو الرساله تقول لماما؟ قول لي الرساله اللي كنقول ماما كنبغيك بزاف، وانت راه في القلب تي عائلتي كامله. هو صراحه انا كنت كنحضر لهاد المفاجاه من شحال هادي، ملي حضرنا المفاجاه لعيد ميلاد دنيا، من بعد فكرنا في لينا حتى هي باش نفاجئوها، حيت عرفتها غادي تفرح، ونتمنى انها تكون عجبات هاد المفاجاه بزاف. اليوم فرحانين بزاف بهاد المفاجاه، وكنقول لها ان شاء الله تكون عجبتها واحد شويه. كنشكر كاع الناس اللي كانوا مشاركين اليوم في هذا الحفل اللي كان زوين بزاف وعائلي وحميمي بزاف بزاف. كنشكرهم واحد واحد، يعني ابدعوا اليوم تريتوريوم وليلى، ريهام، زاز برانسيس، كلهم بغينا ننسى حتى شي واحد، يعني طابي غوج تبارك الله عليهم، خلدون وخاتيم، منير فيستا كانوا اليوم تبارك الله عليهم، ماريا، كلهم واحد واحد كنقول لهم تبارك الله عليكم. وجا عندنا الفنان هريم ومجموعه ديال الفنانين اوركسترا غنينو بزاف، كنقول لهم ميرسي بوكو تبارك الله عليكم. عيد ميلاد لينا بنت ابتسام بطمه، جد سعيد وفرحان، وكنتمنى لها ان شاء الله عمر مديد مليء بالنجاح وبالعطاء، والله يحفظها لماماها وتشوف فيها كاع اللي كتمنى ان شاء الله يا ربي. تقدمت لي الدعوه من طرف ابتسام والفنانه دنيا بطمه، وفرحت بزاف، وكنقول ابتسام الله يخلي لك لينا، وان شاء الله تشوفيها كما بغيتي، وعقبا ان شاء الله تشوفها عروسه. جينا نحتفلوا مع لينا، نفرحوا معها بحالنا بحال كاع الناس، ونباركوا لها ان شاء الله باش تشوفها ماما كي بغات، ونقولوا لها جويز انيفيرسير بصحه وسلامه ان شاء الله، وتشوفها ماما كي بغات وكي تمنات لها. التنظيم ديال الحفل العيد ميلاد ديال لينا هو كان تفاعل ايجابي مع 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 داكشي اللي دارت معنا دنيا باطمه في العقيقه ديال ياسين وسهام. بغينا نردوا ولو القليل من هذاك الشيء الايجابي اللي دارت معنا، من المساهمات اللي دارت معنا. فكرنا في هذا لانيفيرسير ديال لينا اللي هي صغيره العائله البطماويه، فكرنا نديروا شي حاجه بسيطه جدا، مي الحمد لله لقانا الله بلو تريتور يوم وليله. كان اوكي عنده بصدر رحب، ورحب بينا، وكيف ما شفتوا انتم كان الحدث هائل، كان الحدث زوين. نتمنوا لينا سنه سعيده، نتمنوا لا فامي باطمه الهناء والطمانينه والسعاده في باقي الحياه ديالها، ورا التريتور يومي اللي تكلمنا على مرحبا. لينا شرف كبير وشرف عظيم اليوم باش نكونوا مع الحباب، ونكونوا مع العائله البطماويه، ونحاولوا نردوا ليها ولو شيء قليل من داك الشيء اللي تعاونت معنا به في الكوبل ديال مراكش. هذه ليله كبيره الحمد لله، وكنتمنوا من الله تعاود ليله وليله وليله وليالي اخرين. حنا جروب كاشكاش معكم الكبير هلالي مرشد اذاعه كفازه المغربيه، اليوم جينا حضرنا مع الطفله رينا لينا صديقه ديالنا عزيزه الغاليه عندنا، وطبعا مع العائله ديال باطمه اللي كنحبوها كاملين. اليوم حضرنا باش نقدموا لهم شويه الالعاب الكرميس، بالاضافه لشويه التنشيط مع البهلوان الماسكوت، وكانت مشاركه متميزه، والهدف هو ان حنا نضيفوا لمسه باش يكون حفل متميز. مزيان؟ لا مزيان. مزيان؟ مزيان. بخير. ايوا دنيا شحال هادي تسمع الالوان؟ بغيت تسمع؟ علاش؟ واخا. Come on, come on.